أولا أنا سعيد في الصرح الكبير للجامعة العربية المفتوحة اللي أنا أتشرف أني أكون أحد منسوبيها وأحد خريجيها، اللي عملت نقلة في حياتي تعليمية. سؤالك هو الجواب اللي يأتي أثناء ممارسة العمل الرياضي كمحترف رياضي. هناك صعوبة أيضا في التوافق ما بين الدراسة وما بين الارتباط في عالم كرة القدم، زي ما أنت عارف كلاعب كرة قدم أو حتى في ارتباط السلك الإداري بعدها أو السلك التدريبي، كان هناك صعوبة كبيرة في 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 أنه الالتزام أو حتى على مستوى أن الموافقة في بعض الحال، ولكن الرغبة اللي وجدتها توازيها أيضا شو أقول لك، أكثر فليكسيبيليتي يعني سهولة الجامعة العربي المفتوح. في ذاك الوقت كلام في 2009-2010 كانت هي أونلاين أيضا في معظم يعني الكورسات اللي ناخذها كانت تعتبر أونلاين، يعني في ذاك الوقت كان أونلاين. الآن نتكلم في زمن الكورونا أصبحت الأونلاين هي الأساس في جميع التعاملات، سواء كانت في البزنس، في التعليم، في الاقتصاد، في كل شيء. على العموم هذه المرحلة اللي قضيتها في التعليم أنا أعتقد أنها كانت هي المرحلة اللي رغبت فيها أكثر ما وزيتها في الرياضة ونجاح في الرياضة، ما وصلنا له في الرياضة، إلى أنه ظل مسألة التعليم بالنسبة لي هي في شيء نقص في حياتي، كانت زي الحلم اللي تحقق وكان بالنسبة لي تحدي كبير. والواحد اللي يعشق التحديات دائما ما يكون، وهذا تحدي آخر أعتقد أن الجامعة العربية المفتوحة يعني ساعدتني كثير في أني أحقق هذا الحلم. ما أخفيك أنها كانت بالنسبة لي هي الشرارة اللي وضعتني في الطريق اللي أنا أفكر فيه لدراسات عليا، سواء كان من الآن بعد البكالوريوس ماجستير أو حتى البي اتش دي الدكتوراه. أنا ما أعتقد أن هناك حد للعلم في سن معين أو في زمن معين، فقط الرغبة إذا كانت موجودة. التعليم دائما شغف يوازيه طموح. يمكن حكينا في الجانب الآخر البعض يأخذ التعليم على يوصل إلى مناصب أعلى، إلى مستويات أعلى، لكن ليست هذه الرغبة الموجودة عندي في مسندة المناصب بقدر ما هي إثبات للذات وتحدي كبير، خصوصا أنت أيضا أبنائي اللي أنا أستثمر فيهم التعليم بشكل كبير جدا. أعتقد أنه أقدر أقول أنه ممكن أكون مثل يحتذى بالنسبة للأبناء وبالنسبة للجينيريشن للجيل القادم اللي هو بيكون الجيل اللي أنا مسؤول عنه. التعليم ما أعتقد أنه يقف عند عمر معين أو حد معين، مكان وزمان، لكن إذا وجدت الجامعات المرموقة اللي تساعد أيضا على خلق بيئة وعلى خلق بيئة تشجيعية لأي طالب مهما كان عمره أو مهما كان مكانه، أعتقد واحدة من الأشياء اللي تساهم في مثل هذه الأمور الجامعة العربية المفتوحة، واحدة من الجامعات اللي فعلا على اسمها مفتوحة، كثير فيها خيارات عديدة، سهولة في التعليم، سهولة للوصول إلى المقررات، إلى الأساتذة، إلى الدكاترة، إلى أيضا وجود هذا المقر والمقرات الموجودة على مستوى المملكة العربية السعودية والعالم العربي. بدون أدنى شك، بدون أدنى شك رحمة الله عليه الأمير طلال كانت له نظرة كبيرة جدا أن التعليم يعني من أهم الأدوات الموجودة في يعني كيفية رقي الشعب. يعني الأدوات التعليمية الحمد لله رب العالمين في مملكتنا جامعات كثيرة، جامعات يعني تصنف حتى عالمية، السلك التعليمي في المملكة العربية السعودية في أعلى مستوى. هي كفكرة أو نظرة استشرافية فيها دروس ومعاني كبيرة، أنه السلك التعليمي واحد من أهم ما تنظر له الدولة في 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 مسيرتها، وتهتمت بالتعليم على مدى السنوات الكثيرة. وأعتقد أنه الجامعة العربية واحدة من النظرات اللي رحمة الله على الأمير طلال بن عبد العزيز يعني رأى فيها أنها فعلا قد تكون من أهم الجامعات اللي بتكون على مستوى فقط ليس في المملكة العربية السعودية، في الوطن العربي، اللي ستحتضن وتعطي فرص أكبر على المستوى العربي لأكثر عدد طلاب ممكن. أنا أعتبر نفسي يعني محظوظ أني تشرفت بخدمة وطني في المجال الرياضي، في كافة المجالات الرياضية، سواء كان على مستوى كلاعب
أو كإداري أو كمدرب، وحتى في آخر شيء برئاسة النادي الهلال، ولازلت لن أتوقف عن خدمة وطني بدون أدنى شك. اللي تتكلم عنه أنه التعليم هو دائما إضافة وتحدي جديد في حياة أي شخص، والشخص بدون تحدي وبدون أيضا طموح وبدون إلى رؤية معينة خصوصا على مستوى التعليم يبقى هناك نقص في داخله. أنا بالنسبة لي يعني كثير أبحث عن إنه أوصل إلى درجات أعلى في التعليم. أعتقد إني هناك خطة تعليمية بعد البكالوريوس اللي قضيتها بالجامعة العربية المفتوحة لتكملة أيضا الماجستير والدكتوراه. أتمنى يساعدني الوقت والزمان والمكان وأيضا الأشغال. زي ما تفضلت أنا بديت إلى أصبحت يعني رجل أعمال، أملك يعني شركة فيها عدة شركة استثمارية تجارية. لكن لو عدنا في مثل هذه الأمور سواء كنت في السلك الإداري أو التدريبي أو حتى رئاسة النادي والآن أصبحت رجل أعمال، إلى أنه التخرج من الجامعة بالبكالوريوس ما أضافت للجامعة العربية في مقرراتها في تعليمي في المرحلة التعليمية اللي بدأت فيها من 2010 إلى 2015 في التخرج، في المدة اللي قضيتها في الجامعة كانت بالنسبة لي دروس كثيرة ومعاني كبيرة. الآن أقدر أشوف إلى أي مدى كان التعليم مهم جدا في نقلي إلى أبعاد أكبر في مجال إدارة الأعمال.